ورجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، برنامجكم الحل بين يديك. وبغيت الحل مع الاستاذ سعيد النووي، استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول، محامي بهيئه الدار البيضاء، مقبول لدى محكمه النقد. مرحبا بك سيدي سعيد. شكرا لسكينه. احوال طيبه على خير؟ الحمد لله، الله يبارك. كيف راك مع التقلبات الجويه؟ الحمد لله كل شيء بخير. الحمد لله، شكرا لله. اذا اليوم غنتكلموا على واحد الشرط بصراحه انا استغربته اول مره نسمعه. نعم. واللي هو شرط ضمان العمل. نعم بالفعل. هذه ربما مسألة اللي ما كيعرفوهاش ناس بزاف، واللي حتى ربما ماشي في مصلحة المشغل وإنما هي في مصلحة الأجير. إذا ما كنتكلموا في عقود شغل عن ضمان العمل، فهذا يعني شرط ليلزم رب العمل في حالة إدامة، حسب ما فهمت أنت تفسلنا الشرط القانوني. في حالة إدامة تم طرد أو فصل هذا الأجير، هو مشروط عليه انه يوفر له عمل بديل. فتقريبا فهنايا كيفاش يمكن يتوقع هذا الشرط قانونيا؟ لانه يعني بصراحه انا اول مره نسمعه. وبالفعل هذا الشرط ما تيخص يعني جميع العقود ديال الشغل بطبيعه الحال، ولكن يخص يعني بعض عقود الشغل، خاصه العقود الشغل التي تبرم مع أطر معينة. علاش؟ لأن الأطر لهم مكانة معينة، لهم كفاءة معينة، لهم تجربة معينة، وبالتالي أنهم لهم القدرة على التفاوض وعلى الإقناع وعلى الفرض بين قوسين بعض الشروط، من ضمنها هذا الشرط، هذا ديال شرط ضمان العمل، على أساس بأنه قد يغادر إطار معين شركة معينة بدون أن يكون تدخل ديال الشركة الأخرى التي سيشتغل معها، ولكن قد يغادر وفي بحثه عن عمل قد يفرض هذه الشروط إذا أراد مثلا إعطاء تجربة دياله أو الكفاءة دياله لهذه الشركة، باعتبار أنه سيساهم في الرفع من المنتوجية ديال هذه الشركة، سيساهم مثلا في رأس مال ديال هذه الشركة إلى غير ذلك. فهذه الكفاءات التي يعني يحملها ويتوفر عليها هذا الإطار كيفرض هذا الشرط. ما معنى هذا الشرط؟ هذا الشرط هذا أنه يتم طبيعة الحال إقحامه أو يعني إدراجه في عقد الشرط، على أساس بأن أنه ليس يعني إذا تم الاتفاق بطبيعة الحال على المدة، مدة ما كتكونش بطبيعة الحال في أقصى الحالات يعني 10 سنوات في أقصى الحالات، ولكن نادرا في كتكون 10 سنوات، خاصة بالنسبة للعقود اللي عقود ديال التدريب. بالنسبة للمدربين الكبار اللي معروفين وهذا، تتموا أنهم تبرموا عقود معينة على أساس بأنه يتم ضمان على الأقل أنه يقوم بتدريب هذا الفريق واحد مدة معينة، في حالة أنه الإخلال بهذا الشرط هذا أو فصل هذاك الشخص من غير أن يرتكب خطأ جسيم، طبيعة الحال أنه سيتم تعويضه. فهذا الشرط هذا يتم كما قلت إدراجه في عقد الشغل، وهو ما معنى دياله أنه ما يعني تتفق الأجير مع المشغل على أساس يضمن له العمل هذه المدة معينة، إما شهر إما شهرين ثلاث شهور، لان تقدر دير حتى فتره الاختبار، يقول مثلا حتى ديك فتره الاختبار ديال يعني اللي تكلمنا عليها لا بيريود دي سي، هذيك الفتره ممكن انه يضمن كذلك انه ما يفصلوش على العمل في هذيك المده كلها الى ان يتم الاتفاق. فمن اللي تكون هذا الشرط هذا يمنع السلطه ديال المشغل انه يتم فصل هذا الاجير هذا، باعتبار انه كاين هذا الشرط يمنعه، لكن يبقى الحق الاجير بطبيعه الحال لو المشغل بطبيعه الحال انه اذا ارتكب هذا الاجير هذا خطا جسيم من ضمن الاخطاء اللي وارده في قانون الشغل او ما يماثلها، هنا بطبيعه الحال له الحق ان يفصله باعتبار انه ارتكب خطا جسيم ولا يقوم باي تعويض، ما يعوضوش على هذه المده هذه. في حين كذلك انه الاجير ولو ان تعاقد مع المشغل بطبيعة الحال أنه تحدث واحد مدة معينة، ولكن ربما لظروف طارئة، ظروف شخصية، ظروف عائلية، ظروف مهنية بين قوسين بعض الأحيان، أنه يقدم استقالته، من حقه كذلك أنه يقدم استقالته وخا أنه باقي ما كملش هذيك المدة. بطبيعة الحال أنه خصو يعني يعطي واحد المهلة للمشغل على أساس بأنه هو ما يسمى بالبخيافي، على أساس بأنه يبحث عن أجر آخر. إذن هاد في حالة أنه تم الإخلال بهذا الشرط من طرف المشغل، كيكون ملزم باش يؤدي له التعويض عن هذا الشرط هذا بوحده، باعتبار أن مثلا إذا تم الاتفاق على أساس بأنه سيضمن له العمل مثلا واحد سنتين مثلا، خصو يكون ملزم في حالة عدم ارتكاب خطأ جسيم من طرف الأجير أنه يعوضه على سنتين ديال العمل. وبالإضافة إذا كان عقد غير محدد المدة، بطبيعة الحال أنه في غالب الأحيان هذا العقد يكون، هذا الشرط يكون في العقود غير محدد المدة، هنا كذلك يعني يتم منحه التعويضات المستحقة قانونيا على الفصل، عن يعني الأقدمية ديالو إلا ما كانش كياخذها، عن العطلة، عن الأجور اللي بقات إلى غير ذلك. فهنا تيتم جمع بين تعويضين، تعويض عن عدم هذا إنجاز هذا
الشرط وكذلك تعويض عن يعني يعني الفصل ديالو. يمكن هذا الشرط هذا يعني نربطوه بشرط اخر اللي ربما يعني اليوم قيل اخر يوم غنتكلموا فيه عن هذه الشروط الخاصه في عقود الشغل، او لا بغيتي نبقاو نكملوا يعني نكملوا لا ليست اللي عطيتيني نزيدوا اسبوع اخر في الحديث عن هذا ربما باش ما يملوش شويه يعني المستمعين بقاو نتكلموا على الشروط. غير هو من نعطيو المعلومه نعطوها كامله احنا يعني هذه الشروط كلها اللي متوفره نعرفوا عليها الناس، لانه كاين شروط اللي ما كيعرفوهاش الناس يعني حتى في عقودهم. هذه بالنسبه للمشغل ولا الاجير هي فرصه باش يتعرفوا على نكملوا لا ليست وديك الساعه نعاودوا نشوفوا توجه قانوني اخر ان شاء الله. مرحبا نشكر طبيعه الحال استاذ سعيد النووي، وحنا مازال مواصلين ومازال مستمرين معك، وغادي نمروا الاجابه على اسئله المستمعين الكرام بطبيعه الحال اللي كيتواصلوا معنا دائما من خلال هذه الساعه القانونيه على الاذاعه القريبه من كوميد غاديو الى حدود الساعه الرابعه، واللي هي 05 22 46 72 50 51 52. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس، كتابتكم حل خليو فراغ وصيفطوا السؤال ديالكم ل 50 80، ثمن الرساله 6 ديال الدرهم مع حساب الرسوم. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحه الرسميه للبرنامج واللي هي الحل بين يديك. فتحيه طيبه لكم اوفيانا الكرام فين ما كنتوا، ونتمنوا ان المستمع الكريم اللي اتصل بنا في الساعه الاولى السي عبد الرحمن انه يعاود يتصل بنا، لان للاسف انقطع الخط قبل ما يرجع عند ستوندار باش يمكن يعطيها السؤال ديالو، فيحاول يتواصل معنا ان شاء الله. ومرحبا، كنعاود نذكر الاوفياء الكرام باللي دائما الساعه الثانيه من برنامج الحل بين يديك هي ساعه مخصصه للقانون، اذا كل الناس اللي عندهم اسئله في هذا الباب يمكن لهم يتواصلوا معنا من 3 حتى 4 مع الأستاذ سعيد النووي. وكنرحبوا بالجميع وبكل أوفياءنا الكرام بطبيعة الحال، ومشوا ناخدوا معنا مكالمة معنا السي عمر من مكناس. مرحبا بك السي عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأستاذ الله يجزيك بخير، عندي شي استفسار للأستاذ. إيه تفضل السيدي. مرحبا. لا هذا واحد السيد، المهم العم ديالي عندي جداتي عندها جوج ديال الاولاد ديالها، هو الاب ديالي والاخ ديالو. يعني كان هاد العم ديالي كان سنين هذه يعني واحد الطفل ديال 22 سنه، يعني كتب على امه بانه راه تيسالها واحد المبلغ ديال 15 مليون يعني غير زور غير زوير. عند العدول ولا عند من؟ اه كتب عدلية. ايوا واخا كمل. المهم داس هاد السنين كاملة، ولكن غير مؤخرا عاد عرفنا احنا شنو كاين القضية شنو فيها. دابا السيدة بقى حية جدة ديالك؟ هي بقى حية، ولكن في واحد وكتنكر هي كتنكر بأنه راه تسلمات. لا ما كتنكرش، هي ما كتنكرش هي. إذا دونك متفقة معاه؟ متفقة معاه تقريبا متفقة، ولكن منادم معاها الحال بزاف. لا ولكن انت كتقول تزوير سي عمر، تزوير راه شنو هو؟ راه عنده واقع قانوني ومتابعه. ماشي السيده الا هي متفقه هي وولدها وعطاتو هاد الفلوس مثلا وما عرفتش، واخا هي ما بين الوالدين والوليدات ما خصش يكون الحساب، ولكن ما عرفتش واخا. لا غادي نشرح لك المشكل كيفاش. اي تفضل. يعني هذا كانوا في واحد الفتره عطاهم يعني في الدور ديال الصفيح، يعني محاربه الدور الصفيح. وجاهد السيد اللي هو العم ديالي يعني دار بانه هو اللي غادي يبني لي هاد الدار. نعم. يعني غادي يبني لي هاد الدار بالمقابل ديال واحد المبلغ، يعني غادي يعطيها مثلا، غادي يبني لها وغادي يسكن معاها وداك الشيء، وغادي مثلا يديروا بانه راه تيسالها هاد المبلغ هذا 15 مليون. نعم. ولكن هو ما كاين حتى شي حاجه، يعني ما عطاها ما لا، ولكن بنى لها الدار؟ لا ما بناش. ما دار حتى شي حاجه والو؟ ما دار شي حاجه. وشكون اللي بنى لها الدار دابا؟ الدار تقريبا بنيها هي بالفلوس ديالها. ما يمكنش عندها شي مصدر هي، مصدر ديال الدخل. نعم. عندها شي مصدر ديال الدخل، عندها شي حاجه، عندها من كتاخذ فلوس. كان عندها مصدر ديال الدخل، يعني كان عندها واحد المبلغ باش بنات في ذيك الوقت، يعني هذا الشيء المده ديال 22 سنه. دابا هاد الواقعه عندها 22 سنه. اي 22 سنه. نعم. وشنو هو المشكل اليوم سي عمر؟ المشكلة لا هي هذا السيد، دابا هذا السيد اللي هو العم ديالي يعني هو تيقول بان راه هذاك يعني هذا الكتاب، يعني هذا المبلغ اللي راه داير على السيدة اللي هي الام ديالي يعني راه كاين، وهي كتقول لك بانه راه فعلا كاين، وهي بنادم معها الحال. لا ولكن واش حنا كنشوفوا القانون اشنو تيقول؟ واش دار شي حز على العقار؟ نعم. سجل هاد المبلغ سجلوه في العقار، في الرسم العقاري ديال هاد الدار. لا 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 ما مسجلش. ايوا من بعد 15 عام راه صافي كيموت هاد الاعتراف بدين. اياه. اه وي. اه ايوا.
ايوا هذا الشيء اللي بغيت نفهم. صافي انت عرفتي. مرحبا سيدي. نمشيو ناخذوا معنا اتصال تالي. معنا دائما عبر الرقم الهاتفيه لاله حفيظه من بن قرير. مرحبا بك لاله حفيظه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى. بقينا كنتفرج في الاستاذ سعيد الناوي. الله يطول عمرك لاله. مرحبا. بغيت نسول الاستاذ ديال الائمه ديال تيكونوا في المساجد واش دخل القانون ولا غير غير هيبه قلت ملكيه كيفاش هيبه؟ الائمه مالهم؟ ملي كيكون الانسان في الجامع وكيمرض واش كيستافد زعما قانونيا؟ يعني امام واش عنده عقد شغل وهادشي اللي كتقصدي؟ هو تيكون معين من طرف وزاره الاوقاف وشو اللي كان كيتخلص ملي كان باقي في المسجد كيتخلص. دابا ملي غيكون عنده التقاعد ديالو غيكون عنده التامين ديالو غيكون الامور كلها كيوفرها ليه توفرها ليه الوزاره من 2010 وهو كيقولوا لي جيب هاد الاوراق. ايوا ايه اذا راه كاين هادشي كاين هاد الحقوق راه عنده هو كامام كان يقوم يأم الناس فترة معينة قدر الله سبحانه وتعالى أنه مرض فبالتالي أنه ما يمكنش أنه غادي وزارة الأوقاف غادي تنكر لهاد الخدمات اللي يقدمها المؤمنين عموما ولوزارة الأوقاف فبالتالي أنه خصو يقوم بهاد الإجراءات خصو إما أنت شخصيا إلا عندك القدرة الجسدية والصحية أنك يعني تقومي بهاد الإجراءات باش أنه تأمني للزوج ديالك يعني واحد القسط معين من التأمين ولا كذلك واحد الدخل معين بدأت تعطالي أو أنه يديه المصحة التابعة لوزارة الأوقاف أو غير ذلك أو أنك تشوفي جمعيات ديال المحسنين باعتبار أنه يعني إمام ديال مسجد معين ربما أن الجمعيات ديال المحسنين غادي يكونوا متعاطفين معه أكثر من جهة أخرى إلى غير ذلك. فهذا الشيء ممكن تقومي به أنت إذا كان يعني السيد ديالك أو الزوج ديالك أنه طريح الفراش ولا ما يقدرش أنه يقوم بهذه الإجراءات. نعم ونتمنى الخير بإذن الله. ناخذوا معنا الاتصال التالي. معنا السي مراد من سيدي قاسم. مرحبا بك سيدي مراد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. خير لاباس. بارك الله فيك سيدي. شكرا جزيلا. تفضل تفضل السي مراد. نعم تفضل سيدي كسمع سؤالك. بغيت نهضر لك على واحد السيد رانا خدام عنده 7 سنين هادي. نعم عنده كيخدم داكشي الصناعه. نعم في الكويزين. نعم ومشى كل نهار كي بلاتي واخا بلاتي واخا 7 سنين هو بلاتي واخا. 7 سنين دابا. نعم 7 سنين دابا وكيقول لك بلاتي واخا. كنا عياني وانا عندي وليدات ومقصاحهم. لا واش دابا 7 سنين وانت معاه؟ نعم 7 سنين وانت معاه ما دار لك لا وريقات لا والو. لا والو. نعم العادي. وعلاش ما مشيتي صرحتي براسك انت للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ هو باقي دابا تيكذب عليا. لا عندك الحق انت على القانون كيعطيك الحق انك تمشي انت شخصيا تمشي تصرح براسك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هو انا دابا فاش شفت واحد السيد مشات عاه. اييه ما دوش له القانون ديالو وباقي نداعي معاه دابا نديكلاري ب5 سنين. اييه ولكن الى ما انت عندك 7 سنين ياك. وفي حالة ما صرحش بك في اول يعني في بدايه يعني العقد الشغل ديالك عندك الحق تطالبه بالتعويضات لان هذه المده كلها تيكون هو ملزم باش يؤدي جميع يعني المساهمات المستحقه ليه عند يعني المستحقه عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لانه كيقص لك من الاجره ديالك واحد النسبه معينه وكيعطيها يعني بحال هو مسؤول عليها امين عليها خصو يؤديها. الا كان كيقتطعها وما كيؤديهاش خصك تطالب بالتعويض باسترجاع هذه المبالغ كلها والتعويض عليها كذلك. نعم. تقدر هذوك المبالغ تأدي يعني تخلص صندوق الوطني هذه المده كلها اللي مشات. باش نعاود نرجع كنتي واحد السؤال كنتي سالتي لي شحال هادي انه واش ممكنش انه يتم تسجيل واحد الشخص او التصريح به عن سنوات سابقه. هي ممكن هذه الامكانيه ولكن الاداء ديال جميع يعني المستحقات ديال صندوق الضمان الاجتماعي عن السنوات السابقه فإلا تم الاداء تيتم التصريح يعني بالسنوات اللي فاتت. السنوات اللي فاتت. نعم اثر رجعي. نعم وناخذ معنا اتصال اخر. معنا لاله فردوس من فاس. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا لاله. شكون عايشه كاينه خاتي؟ اييه الله يجازيك بخير. مرحبا لاله تفضلي. يخليك خاتي. ابغي خاتي عندي واحد السؤال للاستاذ. مرحبا. ربي يخليك سيدي. الله يجازيك بخير. انا راجلي رفع لي دعوه لطلاق الشقاق. نعم. وحضرنا الجلسات وحكم القاضي. ودابا قالت لي الاستاذه من بعد ما حكم قالت لي مازال جلسه. يعني يمكن له يولي ما كان ذاك الحكم راه يبدلو. لا واش انتم درتوا الجلسات وحالوا الملف على المحكمه باش تحكم ياك؟ وحكم خرج الحكم.
حكمنا ب 500 درهم ديال الكراو. واش صافي شنو اللي بغيتي انت؟ ولكن قالت لي مثلا جلسه واحده اخرى وقلت لها واش هي واش هي واش باقي القضيه يقدر يبدل داك الحكم؟ لا انت ما تحضريش ولا ما كيبدلش الحكم، هو ملي تيحكم لا دار الزوج ديالك ولا دار الدعوه تيخرج واحد الحكم تيسميه حكم تمهيدي، يلاه باش يهمل هذا الحكم القطعي يعني الحكم النهائي. هذاك الحكم الاول تيحط فيه المبالغ اللي يحدد القاضي، ملي تيحطهم في الصندوق تيدير الاشهاد بانه راه تم اداء المبالغ وتيولي حكم نهائي، كتاخذ ديك النسخه ديال الحكم النهائي وكتسلمي المستحقات ديالك. لي 1500 درهم ديال الكراو حيدوا لي 900 درهم قدامي. عطاوك هي اللي عطاوك ماشي حيدوا لك. عطاو هادو ولكن ما يحيدوهاش زعما. لا لا شي اللي حدو القاضي صافي، اللي حدو القاضي راه المستحقات ديالك هادوك، ولكن عنده الحق هو انه يستانف الا بغى يستانف هذاك من الحق ديالو، ولكن قبل ما يستانف انه خصو يعني في هذه المرحله هذه يحط المبالغ اللي يحكم عليه بها القاضي. الله يجازيك بخير. مرحبا لاله. مرحبا. مشكوره على تواصلك معنا. وناخذ معنا السي سعيد من الرباط. مرحبا بك سي سعيد. انا لا ماشي انت واحد اخر. سي سعيد مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. بخير لاباس. الحمد لله. الله يطول عمرك سيدي. مرحبا على البرنامج. مرحبا. سي سعيد عندي واحد المشكل. خدام في واحد الشركه هذه 15 عام. نعم. 50 ديكراريات 10 سيمام ديكراريات. نعم. واش عندي شي حق؟ عندك الحق ترفع دعوى على المشغل ديالك على اساس بانه يعوضك في هذه المده كلها، لان ملي غتتقاعد ان شاء الله تعالى بعد عمر طويل بعد المده القانونيه ما غيكونش نفس 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 القيمه اللي غادي ماشي نفس المبلغ. نعم. فانت خصك تطالب بالاداء ديال هذوك السنوات اللي سبق ما صرحش بها، وكذلك طلب التعويض على عدم التصريح في هذيك في الاجال القانونيه اللي محدده لهذاك المشغل ديالك. ما لقات معاه شي مشكل الا زعيتو في ذاك. وغتشوف هذا النوع كيف داير هذا الشخص اللي غتعامل معاه المشغل كيف داير، واش انه غادي يكون رد فعل ديالو يفصلك على العمل او انه يعني شنو تنتوقع منه؟ ايوا هذه الامور ربما تكون معاه حبيا، يعني حاولت معاه حبيا نقول له ودي ما يمكنش نضيع انا في المدة كلها، على الأقل إلا اتفقتي معي عندك واحد المبلغ معين مثلا كتعويض على هذه المدة 10 سنوات ويتم الاتفاق، أو أنه بدا يأدي بشوية بشوية مثلا الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي مع المدة السابقة، المهم يكون واحد الحل توافق أنت وياه، يعني تحاول تتفق أنت وياه. إلا مشيتي في هذا الإطار كما قلت يقدر يكون رد الفعل ديالو أنه يفصلك على العمل، غتكون يعني ضرر أكبر من الضرر اللي عندك أنت حاصل دابا. نعم. ونتمنوا له خير باذن الله. ناخذوا معنا لاله سوريا من الدار البيضاء. مرحبا بك لاله سوريا. شكرا لاله. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. هذه المواضيع اللي كتنفعونا بها. مرحبا لاله. وكنشكر السيده اللي استقبلتني. اهلا. في الاتصال ديالي. أهلا. الله يخليك. عندي واحد الاستفساره مع الاستاذ. مرحبا لاله. انا كان عندي مشكل ديال نزاع الشغل. نعم. وخرج ملي خرجت من الخدمه، المهم درت انا مشيت عند سميتو هذا مفتي الشغل. نعم. درت الاجراءات ديالي. نعم. ايوا والمهم هي سيدات السيده اللي كنت كنشتغل عندها دارت الاجراءات ديالها. نعم. والوقت اللي غتحكم انا درت المحامي ديالي ورفعت القضيه للمحكمه. والوقت اللي غتحكم القضيه انا ما كنت في واحد الظروف ما تسمحش لي زعما باش نتابع مع المحامي، لان كانت الوالده ديالي كتحتضر مسكينه الله يرحمها. المهم القضيه تحكمت في ديك الظروف وانا ما في خباريش وما في علمي حتى شي حاجه باش تحكم. المهم واحد النهار اتصلت بالمحامي ديالي كيقول لي راه القضيه تحكمت لصالح المشغله ديالي. باش تحكمت واش برفض الطلب ولا عدم قبول الطلب؟ نعم سيدي. واش تحكمت برفض الطلب ولا بعدم قبول الطلب؟ عدم قبول الطلب. انا ما بغيتش نرجع. اذا عدم قبول الطلب راه ما رفضوش لك الطلب ديالك، غير الشكل ديال الدعوه ما دارش مزيان، كينقص واحد الشرط معين اللي ربما انه ما انتبهتوش ليه ما دارش في الدعوه، داكشي علاش قال لك عدم قبول الطلب. اما لا عندك مازال الحق ترفعي الدعوه، الا باقي داخل الاجل عندك الحق مازال ترفعي الدعوه تصلحيها. حيت دابا تقريبا سنه باش تحكمت القضيه صالحه هي. وانا دابا انا تلاقيت بواحد السيد قاضي في محكمه الاستئناف. نعم. عندي الشغل اللي كنت فيه. وهضرت معاه وشرحت ليه الموقف ديالي وشرحت ليه كل شيء، قال لي لا قال لي حنا هادشي ما فيكونش، قال لي حنا كنعطيو الحق سميتو لهذا الخدام ماشي للمشغل. لا ماشي كيعطي الحق الخدام ولا المشغل، كيعطي اللي عنده الحق. ربما يكون بعض الاحيان الاجير يعني انه خطا او دار خطا جسيم او غير ذلك فبالتالي ما عطوش الحق. ففي هذا الاطار القانون كيسري على الجميع، يعني على المشغل وعلى الاجير بجوجهم.
فانا اعتقد بانه لكان ممكن تعاودي الدعوه يعني تعاودي الدعوه من جديد اعتبار انه راه كاين تقاطع ديال التقادم في هذيك السنه تعاودي الدعوه من جديد تشوفي تاخذي بعدا نسخه الحكم تشوفي اشنا هو يعني الشكل اللي ما تمش الاحترام ديالو ربما ما تمش الادلاء بالوثائق مثلا الا ما تمش ادلاء بالوثائق اللي كتبت الصفه ديالك انت وكتبت العلاقه الشغليه مع هذه السيده هذه ربما يحكموا بعدم قبول الطلب او مثلا انه يعني ما بينتيش يعني الـ يعني الـ المطالب ديالك بدقه وبتحديد معين يقدر يحكموا بعدم قبول الطلب او مثلا العنوان ديالها غير واضح وتم الانذار ديال الدفاع ديالك او غير ذلك وما تمش الادلاء بالعنوان الصحيح ربما انه يقدر يحكم بعدم قبول الطلب فمجموعه من الشكليات اللي حيت الدعوه فيها الموضوع وفيها الشكل يعني هو كيفية الإجراءات ديال القيام أو ديال وضع الدعوة في المحكمة وكذلك الموضوع هو اللي كينظروا فيه حتى كيشوفوا الشكل والصحيح عادة باش كيدوزوا في الموضوع واش عندك الحق ولا ما عندكش الحق إلا كان عندك الحق راه من طبيعي الحال كيعطيوك الحق ديالك إلا ما كانش حق ما كيعطيوكش الحق ديالك هذا هو الدور ديال القاضي في المحكمة ماشي أنه كيعطيو الحق للأجير وما يعطيوش الحق للمشغل لا اللي عنده الحق يعطيه ليه لأن القانون يسري على الجميع وليس أحد يعني فوق القانون نعم وناخذوا معنا مكالمه قبل ما نشوف فاصل معنا سي نور الدين من الرباط مرحبا بك سي نور الدين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته الله يطول عمرك سيدي مرحبا الله يخليك بغيت غير نستشر مع الاستاذ سعيد تفضل اهلا وسهلا السلام عليكم سي سعيد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دير الاستاذ بخير الحمد لله الله يرحم ليك الوالدين استاذ بغيت نستشر معك على واحد القضيه مرحبا سيدي كانت عندي واحد الجده ديالي وقعت لي حادثه سير 1980 ومع ذاك الشيء ديال المحكمة الابتدائية والاستنافية تقريبا 84 كانت سالة ذاك الشيء ديال الحكم الاستناف النهائي والابتدائي تحكمات حكمت لها المحكمة لصالحها بشي 120 ألف درهم نعم وذاك المحامي اللي كان شادين في ذاك الوقت إن هي كانت في البادية والجد ديالي مسكين اللي تتوفوا بجوجهم نعم. هي الله توفت واحد السنة هذه يعني كانت عاجزة عن القيام وحكموا لها بدك الأتعاب ديالها والسيدة اللي تبقى تخدم عليها يعني المهم داك الشيء أنا عندي نسخة الحكم ولكن المشكل اللي كان هو داك المحامي فاش وصلنا احنا وبدينا كنعرفه هو أولا توفى وقال لك أعطى أنا اللي غير اللي سمعت كان بحث بأنه أعطى داك الدوسي ديالها تصفية واحد الأستاذ سميته العاقل في الخميسات نعم إن هي حكمت ليها شركة تأمين الفرنسية اللي كانت في خميسة يعني أنا ما نذكروش الله يخليك المؤسسات ولا الأشخاص نخليوا الناس هذاك الشيء اللي كاين والمشكلة لحد الآن ما خدات حتى حاجة إلى يومنا هذا ولكن هي توفت نعم هي توفت دابا عاد توفت واحد السنة هذه ما وصلش وشنو قالك خصك دير؟ التصفية كان مشات عند داك الأستاذ باش يصفي داك الشيء اللي بقى نعم أنا ما عمر اتصلت به باش ما نكذبش عليك وما عرفت شنو ممكن ندير في هاد اللقطة هادي وعندي واحد المشكل الله يخليك تاني وانا نجاوبك على السؤال نجاوبك على الاول باش ما نضيعش انا في هذه المعطيات اللي عطيتيني لان معطيات مهمه غير باش نشرح لك انا غادي نعتقد جازما بانه المبالغ خرجات وتنفذات وبطبيعه الحال انها يعني دات في الحساب ديال الدفاع ديالك او الدفاع ديال الجده ديالك الله يرحمها فبالتالي ان هذيك المبالغ ما غتكونش في التصفيه يعني غيكون صافي تصفات سالات كل واحد خاض حقه سالينا الى عندك ما يثبت بانه ما كاينش يعني الاداء ديال هذوك ديال يعني التعويضات اللي حكموا بها الجده ديالك الله يرحمها عندك الحق انك دير كتاب السيد النقيب تخبروا بانه بهذه المعطيات كلها اللي قلتي لي بانه كانت حياه سير وتم التكليف بها الاستاذ فلاني وانه سوف توفي في طططان وانه تم تكليف السيد من اجل تصفيه المكتب يعني طططان الى هذه الامور كلها هذه المعطيات كلها دير هذا الكتاب السيد النقيب على اساس باش تنتظر الجواب ديالو حيت السيد النقيب غادي يقوم بالتحريات ديالو ربما انه عنده معطيات اللي ما تكونش عندك انت يقدر مثلا عنده الحق انه يمشي حتى الملف اللي عند المحامي اللي توفى الله يرحمه في مكتب ديال التصفيه ويطلع عليه ويشوف بانه فعلا واش انه الشيك ديال التعويض خرج او ما خرجش المهم هو عنده الحق انه يطلع على هذا الملف هذا وبالتالي يعطيك الجواب في حاله انه تم التنفيذ وتم يعني صرف هذيك المبالغ ودازت فهنا عندك الحق انه في حاله وجود عقارات معينه لهذاك السيد اللي توفى الله يرحمه ممكن تقوم بحجز باعتبار انه هذيك المبالغ هي في ذمته شخصيا فانه تم تنفيذها ولم يعطي ما عطاهاش يعني لاصحابها
اللي هي جدة ديالك الله يرحمها، فبالتالي كيكون هو مدين بهذيك بهذوك المبالغ اللي عندك الحق انك تقوم بهذا الاجراء هذا. بطبيعه الحال غادي تشوف هذاك السيد او المحامي اللي تم التعيين ديالو في التصفيه القضائيه في التصفيه ديال المكتب انه يساعدك في هذا الاطار، بحيث غتكون عنده الملف تحت يده وغيكون عنده معطيات اكثر منك ويساعدك. هذا نعم. الشق الاول. الشق الثاني، ولكن قبل من الشق الثاني استاذ سعيد، واش هو عنده الحق لانه السيده اللي تحكم من اجلها هذا الملف توفات؟ اذا واش عنده الحق هو ورثه؟ عنده الحق انه ورثه، عندهم الحق. هذاك دين يعني لصالح جده ديالو، سيده توفات غيديروا من يستحق يعني في الورثه الورثه ديالها هما اللي عندهم الحق انهم ياخذوا هذاك المبلغ. لكن كاين عمليه بجوج، لانه السيد توفى الاخر حتى هو، ويقدر يعني المبالغ تكون انها تصرفات بين قوسين، فبالتالي خصهم يبحثوا على حيت ما غاديش النقابه تعوضوا بطبيعه الحال. ولكن الا كان مثلا كاين عقارات، كاين اشياء اللي باقا كيملكها هذا الشخص هذا، ممكن يتم الحجز عليها، يتم الحجز عليها باش انهم يتم استخلاص هذيك الدين ديال 120,000 درهم. وناخذ السؤال الثالث، تفضل. السؤال الثاني استاذ الله يخليك، ان واحد الاخ ديالي كان كيخدم مع واحد السيد شي 18 سنه في مجال الفلاحه مثلا، كيقابلوا الاغراض ديالو، كيقابلوا البهيمات، كيقابلوا هذيك الى اخره. فاش توفى داك السيد في 2010 بقاو الورثه ديالو، بقى معاهم واحد 10 سنوات تقريبا، هي 28 عام، لا تقريبا عنده 20 عام من نهار بدا. نعم. والورثة قالوا له خصك يمكن لك تخرج لنا من ديك البلاد، وهو عنده عائلة وهذه وستات دراري. واش خدام عام ولا عاطينه الأرض باش يستغلها؟ هو كان داير عنده واحد العقدة ديال الشراكة مع باهم الله يرحمه. إذا شريك هذا ماشي خدام عنده؟ لا، هو شريك معاهم غير في شي أرباح ديال البهايم وكذا. ولكن كيدير اعمال اخرى، مثلا الاغراض، مثلا هذه الساقيه الى اخره، وكتبقى بالشور يعني بالنسبه، كل هو كياخذ نسبه والمالك ياخذ نسبه. اي، ولكن فاش توفى لا نعم نبقاو غير هنا، نبقاو غير لان هذا ماشي اللي هذا الشيء اللي كتقول لي انت، راه ماشي عقد شغل، هذه شراكه، يعني اساس بانه هذاك صاحب راس المال والاخر يعني كيقدم الخدمات ديالو، مجهود ديالو، ماشي عقد شغل. كملي مع الورثه شنو وقع؟ في الاخر الورثه خدم معاهم واحد 10 سنوات. شنو خدم معاهم؟ شنو كيدير معاهم؟ كيخدم معاهم كل شيء، كيقابل لهم بلادهم، كيحرث معاهم، كيقابل لهم الاغراس، كيسقي، كيزرع، كيدير كل شيء. اذا خدام معاهم، يعني خدام معاهم. نعم. مع ذلك من نهار توفى الاب ديالهم، نعم، هما كانوا حبسوا عليه شي تعويضات مثلا كان كيعطيها الاب. منين قال لهم عطيوني اودي داك الشيء، وبقى معاهم في شي نزاع، ناضوا داروا به دعوه الافراغ من داك العقار. هذه ما عندها شي علاقه، يعني الافراغ ديال العقار ما عندها شي علاقه بعلاقه الشغل، لانه ولا فصلوا على العمل باعتبار انه كاين عقد شغل قائم بينه وبينهم، عنده الحق يمشي للمحكمه باش يرفع عليهم دعوى ديال التعويض، باعتبار يعني كيسمى فصل تعسفي بدون اي حق، بدون اي قانون. بالنسبه للافراغ هذه حاجه اخرى، لانه لا كان ما عندوش ماشي مالك فقط، لانه حتى لا قدر الله انه تم الفصل ديالو وكان فصل تعسفي كاع، راه عندهم الحق انهم يطالبوا بالافراغ باعتبار هذاك الارض ديالهم، يعني ما كاينش عنده حق سند، ماشي كاري من عندهم، ولكن عطاوها لي على اساس بانهم كيشتغل عندهم، وعطاوه هذيك الارض باش انه يسكن فيها او يعني يبقى فيها واحد المده او غير ذلك. نعم، واضح. منين خرج هو حكمت له المحكمه بالافراغ لصالحهم هما بطبيعه الحال، يعني ما عطاو حتى شي حاجه، يعني خرجوه هكاك بدون لا، ولكن يرفع دعوه ديال دابا يرفع دعوه ديال الفصل بانه كاين علاقه شغل، خصو يثبت بانه كاين علاقه شغل ما بينه وما بين هاد الناس، وانهم فصلوا على العمل بدون حق او سند، ما كاينش شي قانون باش فصلوا، ما دار لا خطا، ما دار لا والو، وفصلوا على العمل او طردوه من العمل. هنا يرفع دعوى للمحكمه، وعنده بطبيعه الحال شهود اللي غيثبتوا ليه العلاقه الشغليه بانه كان خدام عندهم، وديك الساعه كيطالب بالتعويضات ديالو. اما الافراغ هذا اوتوماتيكمون غادي يحكموا ليه من الافراغ، انا قلت لك لانه ما عندوش حق انه يبقى في هذيك الارض، لانه ما كيملكهاش وما كارهاش، وانما عطاوها ليه فقط لانه كان خدام معاهم. هذه الصفه ملي كتسالي العلاقه الشغليه كتسالي السكن اللي عطاوه ليه. نعم، واللحظه نبقاو مع فاصل اعلاني واختيار غنائي، وراجع معك استاذ سعيد النووي.
رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو برنامجكم الحل بين يديك، وبغيت الحل مع الاستاذ سعيد النووي استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول محامي بهيئه الدار البيضاء مقبول لدى محكمه النقد، وغادي نوصلوا في استقبال المكالمات الاوفيه ودائما على 05 22 46 72 50 51 52. ايضا يمكن لكم تتواصلوا معنا عبر الاس ام اس، كتابتكم حل خليو فراغ وصيفطوا السؤال ديالكم ل 50 80، ثمن الرساله 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. ايضا يمكن لكم تتواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحه الرسميه للبرنامج واللي هي الحل بين يديك. ناخذوا معنا لالا سعاد من الدار البيضاء، مرحبا بك لالا. مرحبا اختي سكينه، الله يطول عمرك، بارك الله فيك. الحمد لله لالا اختك لالا، شكرا. تحياتي ليك الاستاذ سعيد، بارك الله فيك، ديما منورنا بنصائح ديالو. لالا اختك لالا مرحبا، الله يجازيك بخير استاذ. العفو لالا، انا في حقه ما كنا كنعرفوا ولا في حق قانون، ولكن بالفضل ديالك استاذ ولنا شويه طقتنا شويه. هذا واجبك. الحمد لله، بارك الله فيك استاذ. مرحبا لالا. انا استاذ عندي واحد المشكل، كنت تعرضت لواحد السرقه هذه تقريبا شي 20 يوم. جاي الخدمة وهذا الساك ديالي، وجا واحد الشخص جاني من اللور ما شفتوش فوق الموتور وطير لي الساك داه. نعم داه الساك، وبقيت انا ما غوت ما والو، بقيت غير كنشوف فيه كثير على موتور وزاد، بقيت واقفه وكنشوف. ومشيتي عند الشرطة؟ ملي بديت كنتفكر داك الشيء اللي في الساك عاد شديت فراسي، وهو يجي مشينا جمعوا عليا قالوا لي ما تخافيش غير سيري ديكلاري، احنا عندنا الكاميرا راه صورت كل شيء، وهذا السيد اللي سرقك راه تنعرفو ها السمية ديالو، عطاني واحد الاسم معروف به. نعم مشيت انا ديكلاريت، ما كنتش غنمشي، ولكن وليت مشيت على خدود الساك ديالي في لاكارت ناسيونال، في كارنيت الشيك، في بزاف الحوايج. نعم مشيت ديكلاريت عند البوليس، ملي عطيتهم داك الاسم عرفوه، قلت لهم فلان عرفوه. نعم قالوا لي، قلت لهم راه، قالوا لي شتي، قلت لهم لا انا ما شفتوش، ما نظلموش، ما شفتوش في وجهو، جاني من اللور مشى حتى انا عرفتو لابس سيرفيت خضراء، هادشي اللي شفت. إلا بغيتو تعرفوه سيروا الكاميرا في البلاصة الفلانية، فعلا هما مشاو الكاميرا شافوه، مشاو هزو من دارهم لاعس، جابوه من الدار. شدوه، هو شدوه جاو عندي الخدمة قالوا لي خاصك تمشي راه شديناه باش شوفي. قلت لهم انا راه ما شفتوش، واخا نمشي راه ما غنفيدكم حتى حاجة، قال لي واخا خاصك تجي. المهم مشيت انا شفتو وراه ليا من اللور ما شافنيش هو. كما انا ما عرفتش راه كان لابس سيرفات خضراء، انا دابا ما عرفتوش هو ولا ما هو، ما نقدرش. نتوما دابا مادام شفتوه في الكاميرا مشيتو شفتوه نتوما عارفين. نعم فعلا اها ياك استاذ. نعم فعلا صافي درت التحقيق ديالي داك الشيء، جات حالتي داونا لابي جي حق درنا داك البحث وداك الشيء مستمعك عارفه استاذ، وجات حالتي قال لي سي تنعيطوا لك دابا 20 يوم ما عيطوش لك. نعم دابا 20 يوم ما عيطوش لك. دابا لا عيطوا لي ولا البارح قال لي خاصك تجي، جابوا استدعاء وقال لي خاصك تجي تحضري في المحكمه. اييه غادي في الجلسه. اييه انا كنت ناويه باش نمشي للمحكمه نحضر. نعم ونقول ديك الاقوال اللي قلت للبوليس. أيه. ونضيف عليهم بانني انا مسامحه لهذاك السيد. أيه. علاش انا مسامحه ليه؟ لان شفت انا واحد مو مسكينه قطعت لي قلبي كبيرة واقفة مسكينة وكتبكي. نعم. وهذا واحد ولكن الوثائق، المهم الفلوس ما يهموش، غير الوثائق اللي مشاو واش رجعوا لك ولا لا؟ ما رجعت لي حتى حاجة اختي سكينة، انا لحد الان ما رجعت لي حتى شي حاجة. هو مزيان ملي درتي هاد التصريح، لانه على الاقل ذاك الكارني ديال الشيك ديالك او دفتر الشيكات، لانه حتى لا قدر الله مثلا تعطاو شيكات منه كتكوني انت حميتي راسك، لانك درتي مشيت انا للبنك وعطيتي الكارني ديال الشيك والكارت كيشيك والسلسلة كلها بالسلسلة ديال السلسلة. سمعيني دابا اللي السؤال اللي مهم ماشي مهم هادشي، سمعيني انا السؤال اللي غنطرح لك اللي مهم. نعم وصرحتي بالسلسله ديال كارنيت شيك يعني؟ صرحت صرحت. اشنو صرحتي؟ علمت هو بان كاين هادشي الشيك من غير كارنيت، واش كارني ما فيه والو خاوي يعني ما فيهش ما كاين حتى شي شيك. باش نتفاهموا باش نتفاهموا، واش عندك غير تالون دو شيك ماشي فيه يعني الاوراق اللي كتعمري؟ فيه كاين غير تالون شيك ولا فيه اوراق ديال الاوراق اللي كنعمر؟ اذا فيه الشيك. لا انا شي بغيت نقول ليها، واش انت صرحتي بالحساب في هذوك الارقام ديال الشيكات؟ مشيت للبنك وعطوني الارقام. الله يرضي عليك، هادشي اللي بغيت ناكد عليك. صافي فعلا استاذ. لا كمل. ولكن هاد النقطه بلاتي يا استاذ سعيد لان مهمه. كارنيت شيك السلسله ما يمكنش نحفظوها حنا، لا ما تقدرش تحفظها، ولكن لابونك، ولكن مشات واش لابونك كتقدر تحدد لك هذيك السلسله اللي عطيك؟ فعلا لابونك عطاوني، كاين حسيت تنعرفها في لابونك، عطاتني كلشي المسائل ومشيت ديتهم للبوليس. صافي ودرت كلشي داكشي اللي قالوا لي، وجيت ومني عيطوا لي باش المحكمه قلت لك استاذ كنت غادي نمشي. تنازلتي الام ديالو؟ الام ديالو استاذ شفتها مره كبيره. تنازلتي انت؟ تنازلتي ليه؟ لا بغيت نتنازل، ولكن ما خلانيش راجلين نمشي للمحكمه. علاش انا بغيت نسولك استاذ؟ راه ما نعستش. نعم ما نعست استاذ يوم. لا وين كان شوفي يا لالا، وين كان تنازلي ليه؟ راه هذا كيبقى كاين جوج دعوات. كاين الدعوه العموميه
اللي الدوله اللي كتكلف بها. معنى كان كتكلم مع الدوله كتكلم مع الوكيل الملك هو اللي كيتكلف بها. معنى انت ما غتدخليش في هذه الدعوه هذه. ايوه. والدعوه الثانيه كتسمى الدعوه المدنيه التابعه. معنى انت عندك الحق تمشي للمحكمه وكتطالبي بالتعويض. هذا هو اللي عندك الحق اللي عطاك القانون تنازلي عليه. انت غتنازلي على التعويضات فقط، ما مشيتيش راك تنازلتي على في حكم انك تنازلتي على التعويضات ديالك. اما يعني التنازل ما غادي يفيدوش بزاف، غادي يقدر يكون نسبي حيت القاضي ملي تيكون واحد التنازل في الملف ديالو تيقدر يعطي واحد الظروف تخفيف، ولكن انك تقولي هذا عنده صوابق فغادي يكون معروف وصوابق يعني عنده صوابق، راه القاضي غادي يكون صارم، ما غادي يكون قاسي، ما ربما يعطي اقصى العقوبات، لانه كاينه حاله العود انه سرق وعاود سرق وعاود سرق وعاود سرق وما طاعش، فبالتالي القاضي غيكون عنده صارم. فانت واخا يكون هذاك التنازل، اعتقد التنازل كيكون بعض الاحيان تيكون الضرب والجرح، تيكون اشياء اخرى يعني جرائم إملي خفيفة جدا، تساعد بزاف من طبيعة حال القاضي أنه يأخذ القرار باش يعطي واحد ظروف تخفيف لهذاك يعني المتهم. أما أنت في هذه الحالة ما تكونيش ارتكبتي لا ذنب لأنك أنت مظلومة، ثانيا أنت تنازلتي فقط على التعويضات ديالك، أنك ما طالبتش التعويض ديالك، كذلك أنك مشيتي تصرحتي للمؤسسة البنكية وكذلك صحتي الضابط القضائي بأن تسرق لك الشيكات، ذاك كارنيت الشيكات اللي مهم جدا، والأمور كلها درتيها ما عندكش ماش تخافي، ما عندكش ماش تخافي. دابا أستاذ بيتي السوق الله يخليك، واش غادي يعاودوا عاوتاني يستدعوني؟ لا ما غيصدعوكش. لا ما يصدعوكش صافي، هادشي اللي بغيت نعرفو استاذ. دابا هو غيبقى مشدود ياك من طبيعة الحال، يحكموا عليه لانه هذه سرقه موصوفه، غادي 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 يعتقلوه من طبيعة الحال. لا غتكون في ظروف شهيد العقوبه ما بين 6 شهور و5 سنين. لا هذه غتكون، لا هذه راه بواسطه يعني الخطف.